هيد كنترول فروم سيتنج اون رول، انا غرضي هنا الهيد كنترول، فبالتالي هجيب الرول واقعد الطفل بتاعي عليه وابتدي اثبت له جذعه كله لغايه الشولدر. الحاجه الوحيده اللي هسيبها له يتحكم فيها هي الهيد. طبعا الهيد بتاعته كل ما تقع كل ما انا هبقى عايز احفزه اكتر انه يرفع راسه عشان يمسكها مع جذعه، بلس ان انا لو حطيت حاجه قدامه بيحبها فهو هيبقى مور موتيفيتد ان هو يمسك راسه مع جذعه من وضع السيتنج على الرول.